هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. شهد الزعيمان التوقيع على اتفاقيات منها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلا عن بروتوكول تعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر.